هنروح طيب نروح للكره الطائره سيدات. حضراتكم طبعا شفتوا الماتش اللي فات تابعتوه معانا. اللاعبه سهيله وفيق لاعبه صانعه العاب النادي الاهلي اللي كانت في امريكا ورجعت. اللاعبه دي ادت ماتش كبير جدا واحنا شهدنا بيها في الاستوديو التحليل. بعد الماتش عملنا معها تقرير. خلينا نشوف التقرير ده واجي على حضراتكم تاني. ابتديت النادي الاهلي وانا صغيره قوي، وبعدين جالي حوار امريكا دوت منحه هناك، وبعدين الحمد لله الدنيا اتسهلت يعني وسافرت، ولما برجع في الاجازه بلعب معاهم، او لو ساعات مثلا الدنيا مناسبه في المواعيد ماتشات هناك او حاجه ممكن انزل العب معاهم هنا. هو فادني كتير قوي لان هم امريكا عموما في البنات وفي المنتخبات وكده كويسين قوي، فان انا اخد احتكاك غربي ده خلاني اعلى يعني كمستوى، اللي احنا مش متعودين نلعب معاهم كتير قوي غير في بطوله العالم او حاجه، ف ده اداني خبره كبيره قوي يعني لما لعبت معاهم بقى شخصيا في الملعب. والله احنا خدنا تاني دوري هناك، ودي حاجه يعني الحمد لله ما حصلتش من 2012 في الجامعه اللي انا فيها يعني، وكانجازات ده انجازات كفريق، وكانجازات شخصيا خدت بيست سيرف هناك في الليج برضو. فبالنسبه لاول ليج يعني كانت بالنسبه لي حاجه كويسه قوي، ومفروض ان احنا هنتاهل ان شاء الله بقى بس السنه الجايه بقى لبطوله الان سي دبليو اي ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي حاجه تانية، انا اصلا كانوا وحشيني جدا جدا لما نزلت معاهم، بقول لهم انتوا بجد كنتوا وحشيني يعني، حتى كل حاجه كانت وحشاني يعني، النادي كابتن حمدي حتى بتاع العصير بتاع النادي كل حاجه يعني بجد كانت وحشاني، وهم كويسين قوي يعني بصراحه وساعدوني قوي ان انا اوصل لحاجه زي كده. طبعا كان اولهم كابتن حمدي يعني، لا هم حاجه تانية طبعا. فرق معايا قوي ان انا احتكيت يعني، دايما بيقولوا ان دوري بره اقوى بكتير قوي من هنا، فلما انا احتكيت بقى فعلا معاهم هناك لا حسيت بالفرق طبعا، حسيت قد ايه الدنيا صعبه قوي هناك، حتى الاطوال يعني اطوال هناك صعبه جدا، فده خلاني حتى التكتيكس في الملعب وكده اتعلمت حاجات جديده، ولما جيت جربتها هنا نفعت قوي الحمد لله، فده خلاني يعني اخد خبره اكتر، فلما جيت هنا وطبقتها اكتر الدنيا مشيت معايا يعني الحمد لله. والله هي حاجه جديده واعتقدش انها ناس كتير قوي عملتها، فده يعني تشالنج جديد بالنسبه لي، وانا بحب التشالنجز قوي يعني من وانا صغيره بحب الموضوع ده قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني انا متاكده ان اي انسان بيتعب بيلاقي، فانا هتعب واسيبها على ربنا يعني. مفيش حد فعلا مستواه ما يأهلوش ان هو يلعب بره، كلنا كويسين كله يعني، انا شايفه ان هم كبنات كلنا يعني، في حتى الجيل اللي جاي جديد دوت مش عايزه انسى حد، بس كلهم فريده يوتي ايا ايا في باي غزال، كل الناس الصغيره دي كده كلهم كويسين، كلهم لو جات لهم فرصه حاجه زي كده يا ريت يعني، يا ريت ان هم يروحوا حاجه زي كده، هم يقدروا. طموحاتي ان احنا نخش اولمبياد مصر طبعا يعني كل حاجه، وطموحاتي ان احنا نلعب كاس عالم انديه مع النادي الاهلي، لان احنا دايما بناخد افريقيا، احنا ابطال افريقيا على طول، فنفسي ان احنا نخش كاس عالم انديه عشان احنا بجد كويسين ومندخلش الموضوع ده. طموحاتي ان انا اخد حاجه في امريكا، نخش الان سي دبليو اي ديت وناخد فيها مركز، لان دي اقوى بطوله في امريكا كلها. احنا يعني الحمد لله المفروض هنتاهل ليها السنه الجايه، فيا رب ادعي لنا. ده كان لقائنا مع سهيلة وفيق بعد الماتش اللي فات، ماتش سبورتنج في اسكندرية. بس عايز أعلق على اللي قالته في حاجات. أولا طبعا لعبها في دوري الجامعات في أمريكا أكيد فادها بشكل كبير، هي قالت إن في خبرات كتيرة استفادت منها، لأنه لعبت مع لاعبات لعبوا بطولات عالم ولعبات لعبوا مع بطولات كتير أو لعبوا في بطولات كتير، فأكيد تبادل الخبرات وإن أنت تلعب في الاحتكاك ده حاجة كويسة. الحاجة التانية خدت أحسن سيرف هناك، فده على المستوى الشخصي، وفريق الجامعه بتاعها خد تاني الليج. هم هناك في امريكا عشان امريكا كبيره جدا بيقسموا امريكا زي زونز كده، فطبعا هي بالنسبه لها في الليج ده اتقدمت او خدوا تاني، والسنه الجايه هيلعبوا انه يوصلوا بقى للتوب او الدوري اللي هو زي ما بيقولوا الدوري الكبير جدا اللي هو تقريبا ان سي دبليو اي برده، فطبعا ده الدوري الكبير بتاع الجامعات هناك وممكن يتاهلوا له السنه الجايه، فواضح ان عملت فرق مع الجامعه بتاعتها. وطبعا دي انا بناشد كل طبعا الاسر وكل اولياء الامور ان هم لو ابنك رياضي ورياضي متفوق وجاله فرصه يطلع طلعه، انتوا زي ما انتوا شايفين. وسهيله رجع اجازه على فكره، وبعد كده ان شاء الله هتروح تاني امريكا السنه الجايه، بس طبعا فادت فرقه زي ما انتوا شايفين، فادت النادي الاهلي، ورجع بيقول لك النادي الاهلي وحشني، الجهاز الفني، اللاعبات، حتى بتاع العصير اللي في النادي وحشها،
هو ده النادي الاهلي، هو ده الانتماء.